منير الخولي هو ضيفي هذا الصباح من بيروت، من منزله الخاص وبالاستوديو يمكن الضيق يلي بتشتغل فيه. منير اهلا وسهلا فيك بسكاي نيوز عربيه. اهلا فيكم عنا بالبيت. يلي بيلفتني بالبدايه انه من الحب والغرام تنتقل الى السياسه الحاده. هل قد اثرت فيك الحرب وغيابك عن بيروت وقت انتقلت على امريكا لدرجه انك كل مشاعر الحب يلي جواتك التغت لحتى تأسس بدالها مشاعر أخرى؟ قلت لي بدت بالحقد والكراهية تجاه كل ما يحصل في لبنان وانتهت بالثورة. طبعاً عم نحكي بين حقبة الثمانينات لما كان لبنان غرقان بحرب أهلية طويلة وشرسة، ما أجا أشرس منها وقتها لحرب بوسنيا وهرسيغوفينا وبعدين الحرب السورية، بس هلأ انتست، بس كانت حرب شرسة وبشعة، وكان اللبناني عم بيقاتل اللبناني محرك مثل دمية خشبية بحدا أكبر منه. وأنا قررت أنه أنا بحق لي كمواطن مزعوج جدا من هالوضع أنه سخر كل قواتي الموسيقية وكل معرفتي بالكلام ونظم الشعر وأعمل أغاني مثل رصاص ووجهه للسياسيين الفاشلين يلي قادوا البلد إلى الهلاك. إلى أي حد قدرت أنك تغير بالوضع أو أنه رصاصك يصيب الهدف المرجو عبر الموسيقى؟ أحد أهم أغنياتي كانت بتبلش بكلمة زبالة على الطرقات يلي هي هلأ عم بتصير، وسرقة سيارات، وبتحكي كثير عن الكهرباء وقطعات كهرباء ومي وبنزين وزعرانات وخراب بيوت وليرات وممنوعات ومهجرين بالبوسطات والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هاي قسم صغير من غنية هيك حنشتغل. أثناء سفراتي على لبنان وحفلاتي كنت فش خلق هال 300 مشاهد يطلعوا من الصالة مبسوطين ناسيين الأنابل يلي برا، وكتير مرات بعد الحفلة نحن عم نودع نقول لهم انتبهوا على الطريق وبعده القصف نازل يلي يطلع ما يلاقي سيارته انسرقت. وهلأ بعد الحرب بعد هالأغنية تحديدا كل ما السياسيين بيرجعوا بينسوا زبالة وبتتكوم زبالة مرة بالسنة عادة قلنا سنتين على هالمنوال ترجع الغنية بتلاقي جمهور جديد على فيسبوك. هلأ حاليا عندها 130 أو 140 ألف مشاهد هالغنية بس. لما بتنزل ترجع لهون على لبنان شو أكتر شيء بتحس إنه لازم ينحكى عنه؟ هو المساوئ تبعيته ولا ما بتتحسن؟ بس أنت قبل سألتيني كانوا شفت نتيجة قلت لك لا. فشيت خلق بضع أشخاص وفشيت خلق نفسي مع هالأغاني اللي على فيسبوك عم بيجيها إعادة بعد 30 سنة من تأليفها. بس تغيير ما بيصير بلبنان، اللبناني أقوى من التغيير، الدي إن إيه تبعنا فينيقي، شو بده يغيروا؟ يعني ما بيتغير، عمره 3000 سنة. وشو رأيك بالموسيقى الحديثة اليوم أو الموسيقى البديلة يلي اليوم عم يطلع فيها جيل جديد؟ في هناك فرق كتير كبيرة هون هلأ بلبنان، هل بتحس إنه هن في عندهم قضايا؟ انا في بس اسمين يعني عجبوني وبعطيهم ستامب اوف ابروفل مثل ما بيقولوا، مع انه مني مشهور كفايه، وانه بس انه تانيا صالح صديقه الي بس مش شهادتي مجروحه يعني، بس هي فتاه عندها روح السخريه نفسها وعندها الغضب يلي مفروض يكون عندك اياه، بتكتب اغانيها على ايدها واغانيها كثير مهضومين وكثير فعالين. تانيا صالح خطيره، بس بخاف عليها مرات انه كمان تحبط من قله النتيجة وتوقف هالمسيرة، لأنه أنا وقفت من حوالي 5 6 7 8 سنين. هذا الاستوديو اللي وراك شو بتعمل فيه؟ هذا ديكور بس. لا هيدا صار استعمالي الخاص، يعني في أفلام صورة بي من 50 سنة صامتة بعمل لها اديتنج هون، بنظفها، بنظف الفيديو. ستة مسجلة مثلا كاستات حكايات ستة كانت تحكي حكايات لصغار، كمان بنظفهم، بشيل ستاتيك من الفاينل يعني من الالبوم النفطي هذا الزفت بيعمل قرقعه، بنظفهم بقعد ساعات على هيك شيء لانه له قيمه عائليه عندي. بس استسلمت ووقفت تغني؟ ما بعتبره استسلام، بعد ما كنت قدمت شي 40 اغنيه فعالات وحاطينهم كلهم اونلاين فعلى يوتيوب وريفرب نيشن وساوند كلاود وفيسبوك، فهي لا يعتبر استسلام، يعتبر انه
اتركوا لي هال 15 سنه الباقيه صحيا اني استفيد نفسي بدل ما استنفذ طاقتي كرمال شيء ما له جدوى. انا اقتديت بزياد الرحباني وسمعت فرقه الارض وعصام الحج علي مؤخر، وسمعت سامي حوات كمان مؤخر بعد ما كنت انجزت تجربتي يعني، بس كلهم سبقوني. فرقه الارض كانت مهمه بتاريخ بيروت الموسيقي، وسامي حوات كان عليه احلى صوت سمعناه ببيروت. وبعد ما اشتغل مع زياد الرحباني عمل تجربة خاصة له، بعده لهلا بيغني وناشط يعني. بتعتقد انه زياد اثر عليكم كلياتكم كجيل؟ طبعا فتح لنا باب اول شيء، انا لو ما سمعت شغله ما كان عندي فكرة انه في يقول يلي قلته، كنت يمكن بخاف او بخليها لنفسي. بس قبلهم كلهم كان عمر الزعني اللي بالثلاثينات من القرن المنصرم كان نائد اجتماعي كتير قوي، و I identify with him أكثر من أي حدا تاني لأنه كتير ساخر وبينتقد الجهل والفقير والغني والسياسي وكل الأشياء اللي بيشعب المجتمع بس بطريقة ضحكة. مارسيل خليفة كان يكتب عن الثورة الفلسطينية، زياد كان يضحك على المجتمع اللبناني والسياسيين، وفرقة الأرض أكثر شيء كانوا شاعرية يمكن يكتبوا عن الإنسان المضطرب بهالأوقات. بس أنا جيت لأني أصغر منهم عمراً، أصغر من زياد بخمس سنين، أصغر من الحوات كمان شي أربع سنين، ومن عصام الحج علي فرقة الأرض شي سنة ثلاث سنين. كنت أنتمي لجيل الروك، روك ميوزك هي موسيقى موسيقى ضغينة يعني، واحد عنده ضغينة عنده كراهية بيعبر عنها بموسيقى شوي صاخبة شوي قوية. فاستعملت هالموسيقى كنت خبير فيها ونظمت هالأغاني. بس أجان إذا بدك تحكي عن مزج الأنماط الموسيقية هذا لحاله فيلد أوف ستادي يعني، هذا لحاله برنامج طويل عريض. لما تسمع الخلطة تبعيتي بتحسيها طبيعية، هالنوع الكلام على هالنوع اللحن ظابط سالك. في كتير لبنانية موسيقية مزجوا أنماط موسيقية طلع معهم كوكتيل بقرف. مرة زياد رحباني قال لي ما في شيء اسمه جاز عربي، ما في شيء اسمه روك عربي، في جاز ميوزك، في روك ميوزك، في بوب ميوزك، ما في شيء اسمه موسيقى كذا عربية. هو كره هالليبل تحديدا لأنه كل ما يطلع مقال عنه بيكتبوا زياد والجاز العربي، كره هالليبل يعني هالأفيش. بطلنا نلاقي كلمة بالعربي هلا. بس هلا تنصف كاتب المقال، طب بده هو يلاقي شيء. وإذا كاتب المقال لقى أنه عم بسمع جاز بس عم بسمع تشريق فيه، مش هالبابور يعني، خلينا نركز سهامنا على الأشياء الأكبر. تعرف أكثر شيء لفتني قبل ما نعمل اللقاء، كنت عم تورجيني البروفايل الخاص فيك، كان في توثيق لأحدى خساراتك في أولى الحفلات يمكن؟ هيدا اللي ليش كنت موثق خسارتك الموسيقية أو خسارتك المادية؟ هيدا اللي بإيدك بسموه بالإنجليزي سكراب بوك، أي كتاب بيحتوي كل مسيرتك الفنية من أول صورة على المسرح لآخر مقال مكتوب بالجريدة، بجمعهم وبحطهم بالترتيب. فأنت شفتي صفحة اللي كانت بعد أول حفلة أو تاني حفلة عملناها، كنا نحن نروح على الجامعة الأمريكية ونقول لهم منحب نعمل حفلة عندكم، إذا عطونا إذن لاستعمال الصالة نحن بدنا نستأجر الميكروفونات والأضواء والأمبليفايرز، وبدنا نحن نطبع التذاكر على إيدنا ونطبع البروغرام، كل هذا بيكلف. ما كان في حدا يعمل سبونسر لهيك بضاعة، نحن كنا شو هالبضاعة بقى. كنا الجيتاريست أحواله منيحة، هات لك 200 دولار وأنا معي 50، وهيك نجمع المبلغ نستأجر أضواء وميكروفونات وأمبليفايرز ونطبع التذاكر وتجي هالناس على الحفلة. اللي يطلعوا شو جبنا من التيكتس؟ بدنا طبعا ناقص 150 دولار، طلعوا من جيبة لعب الجيتار، نعتذر منه ونقول له ان شاء الله مرة الجاي بقى. بس منخلي هالورقة كريدتس بالانس شيت لإذا صرنا رجال أعمال، لأنه الموسيقى فيها تجارة، هي قدي حطينا قدي خسرنا، رح نضل نخسر وضلينا نخسر. بس سرعان ما لقيت طريقة أنا إنه إذا صرت انعزم على الحفلات اللي بتنعمل على الشارع ضمن المهرجانات، هن بيدفعوا لك شيء بسيط بس ما بتطلعي خسرانه. وابتداء من سنه ال 95
صرنا نعزف بمهرجانات على الطريق، وكنا قسم على 10 سنين يضلوا يحكوني كل صيفية يا بابا بدنا منك حفلة، وكان شيء حلو كتير. بدي اشكر وجودك منير. انا اسفه يمكن لاني فتحت عليك كل هالابواب هي هيك بقعده كثير صغيره، حاسه اني فتقت لك جروحاتك مثل ما بيقولوا. لا نحن اللبنانيين جلد تمسح، ما في شيء بيأثر فينا ابدا. شكرا لوجودك معنا. شكرا منير.